درس جديد من سلسلة فوتوشوب لغير المصممين. اليوم رح ناخد كيف منقدر نعمل صورة مثل اللي شايفينها هون، يلي بنسميهم الكوميك بوكس. إذا بتتذكروا كنا نشوف هاي الصور بالمجلات القديمة، اليوم رح نقدر نعمل هاي الصور بإيدنا. خلونا نبلش فورا. أول شي بروح على فايل Open وبفتح الصورة يلي بدي اشتغل عليها. رح نشوف الصورة هون، بنحاول نختار صورة نوعا ما فيها ألوان. أول شي رح بعمله إني رح أحول الصورة لسمارت أوبجكت لحتى ما أخسر معلومات الدقة تبع الصورة. بعدين بروح على Image Adjustment Shadows and Highlights. هذا الخيار رح يشتغل لي على الإضاءة بالصورة. مثل ما شايفين إذا أخذت الإضاءة أكثر رح يكون عندي أقل كمية من الظل، لذلك رح بختار نسبة تكون مناسبة. بالنسبة للصورة اللي عندي 50% جيدة، ممكن الكمية تعلى أو تنقص حسب الصورة اللي مختارينها. بقله أوكي. بعدين رح باخذ نسخة من هاي اللاير، بكبس على الكيبورد Ctrl أو Command J، رح بخفي هاي اللاير بإني أكبس على زر العين يلي موجود هون، وبتأكد إني مختار اللاير يلي تحت. بعدين بروح على Filter Gallery، بروح على مجموعة Artistic، بعدين Poster Edges، بعدين بختار نسبة تكون مناسبة للصورة بحيث إنه تعطيني شكل تقريبا مثل هاد. ممكن أكيد نحن نتلاعب بالنسب لحتى تعطيني شكل مناسب. بالنسبة للصورة اللي عندي 3-1-2 النسبة كانت جدا ممتازة. لحلو اوكي. رح روح بعدين اشتغل على اللاير اللي موجودة هون، لذلك رح اكبس ايقونة العين اللي هون. بعدين بروح على فلتر بيكسلت كالر هاف تون، بتأكد انه الرقم الاول يلي موجود عندي هو 6، اما بقية الارقام خليها على الديفولت. بقله اوكي. من هذا الخيار بلندينج اوبشنز رح اختار سوفت لايت، بكبس كبستين على اللاير، بروح على ستروك، بختار انسايد. رح نلاحظ انه صار عندي ستروك داخلي للصورة. رح بختار ستروك مناسب. بالنسبة للصورة اللي عندي 25، بتأكد ان الاوباسيتي 100%، البلندينج مود نورمال، واكيد البوزيشن انسايد، الكالر وايت. بقله اوكي. بعدين بروح على انر جلو، بتأكد ان اللون اسود، باخذ الاوباسيتي للاخير، البلندينج اوبشنز نورمال، بتأكد اكيد ان السورس هو ايدجز. بما انه اخترنا السايز للستروك هو 25، بنحط السايز تبع الانر جلو 30، بتأكد ان التشوك 100%، وبقول له اوكي. بعدين بروح على اداة الشيب تول، بكبس وبكابس، بختار كاستم شيب تول، بعدين من هون بختار الشيب المناسب يلي بدي احطه على الصورة، بختار هاد، بقول له اوكي، بكبس زر الشيفت على الكيبورد وبرسم بهالطريقة. لحتى اني اقدر لون الشيب من فيل بختار اللون الابيض، بقول له اوكي. من ايديت ترانسفورم باث فليب هوريزونتال، نكبس على اللاير كبستين، نختار ستروك، بنحط الستروك بنسبة جيدة 5 بالنسبة الي، لحطه انسايد. ممكن طبعا نضيف اكيد شادو، بنخلي الاوباسيتي حوالي 60%، برفع الديستانس شوي، السايز بخليه 0، وبقول له اوكي. باخذ اداة التكست تول يلي اختصارها على الكيبورد حرف ال T، بكتب الكلمة اللي بدي اياها، بكبس على الكيبورد كوماند او كنترول T وبصغر بهي الطريقة، كابس على الكيبورد زر الشيفت. بقدر بالاسهم اكيد اني حرك لحتى خلي الكلام موجود بطريقة مناسبة. ممكن اني اضيف لايت للصورة، بروح على الجريدينت تول، بتأكد انه اللون الامامي هو الابيض، بعدين بختار من هون الجريدينت يكون راديال من المنتصف، بعدين بختار شكل الجريدينت تاني خيار هون، بعدين بروح على لاير نيو لاير، بقول له اوكي، بكبس زر الشيفت على الكيبورد وبرسم بهي الطريقة. رح نلاحظ انه طلع عندي الشكل هيك. بكبس Ctrl او Command T على الكيبورد، بعدين بكبس Alt و Shift على الكيبورد وبكبر للقياس المناسب، بكبس اشارة الصح، بخفف الاوباسيتي شوي، والتصميم صار جاهز. ورجوني ابداعاتكم بالفوتوشوب. هذا كل شي لليوم، باي باي.